عسلامة عسلامة، مرحبا بكم. اليوم في فيديو جديد، اليوم باش نسكم تعملوا دورة في عقار موجود في وسط البلاد في زغوان. العقار هذايا ذو صبغة سكنية، فيه ثلاثة شقق كبار، اس بلس 3 كل واحدة، فيه ستوديو اكسترا اللي هو رقم 4. سعر العقار متاعنا اليوم مطروح في السوق 765,000 دينار، هذا جملة، يعني لي كاتر ابارتمون شرقاو سومو 765,000 دينار. بالنسبة إذا كان حد البيجي متاعه ما يكفيش يحب ياخو بالابارتمون، دونك نجمو تتحصلوا على شقة واحدة 265,000 دينار. العقار متاعنا إكيبي بشوفار سنترال، الكونفور الكوليكا شرقاو موجود بجنب الليسي المدارس. كما قلتلكم احنا موجودين في بلا سنتر فيل لهنا في زغوان بجنب معبد المياه، دونك جزكم تويكا تعملوا طالع على العقار متاعنا باش ناخذوا فكره كامله. دونك كيما قاعدين نشوفوا ما شاء الله، دونك عماره روعه، فينيسيون حلوه برشا، في بلاصه في زون اميناجي. كيما قلت لكم احنا هنا في سنتر فيل، دونك البني كل شيء مخدوم بالرخص نتاعو، الغاز دو فيل بري انستالي، هذا هو الماء، كونفور زون فيابيليزي، دونك حتى الاجنبي الجزائري ولا الليبي ينجم يشري كيما التونسي لهنا. كيما قلت لكم لي كوموديتي الكل موجودين، حذانا ليسي، حذانا معبد المياه، دونك بلاصة روعة وتحفونا على الاخر. دونك شتلقاو لهنا في الشقة رقم واحد عندها مدخل خاص، اونتخي انديبوندون، وباش نجيو من الجهة هذيا باش نلقاو المدخل الثاني اللي طلعنا لل دوز ابارتمون الاخرين، ثلاث ابارتمون الاخرين، دونك باش نلقاو لي ديتايل كوليكا. ما شاء الله شيء ياخو العقل، دونك فينيسيون حلوه، اللي بناها روحو، دونك اهتم بتفاصيل الكوليكا، كل شيء دوبل الواحد الحيوط الكوليكا دوبل كروازون، دونك لو كالم ابسوليو، كونفور وايزولاسيون حلوه برشا. دونك لهنا الانتري باش نلقاو عندنا الصالون واسع ما شاء الله، دار شرقية تشرق فيها الشمس، كيف عندنا فيو بانوراميك في البرومي ايتاج وفي الدوزيام ايتاج وفي التروازيام ايتاج، من لي تيراس ومن لي بالكون اللي عندنا في العقار نتاعنا اليوم. دونك شنلقاو كل شقة شنلقاو فيها اس بلس 3 بار الكاتريام الرابعة شنلقاو فيها ستوديو، دونك شوفاج سنترال بري انستالي، لي راديتور الكل موجودين، دار اون فينيسيون، قاعدين نتكلو ديما الحاجات المضخمة ديما الحاجات السوفيستيكي اللي فيهم بلوزور معني فينيسيون حلوة برشا، ديما دي ترافو ديما يطولوا شوي. دونك شنلقاو عندنا لهنا اون بيس افيك دريسينغ، دو شومبر كوشي، ومن هنا عندنا لا تخوازيام، بيوت واسعين ما شاء الله. نسالون هنا شقة وسال دو بان كبيرة، سال دو دوش واسعة بالكدا، كل شيء مضخم، مستعدين طيارة، يعني كل طابق عندنا لهنا شقة في اس بلس 3، عندنا لهنا اون كوزين، والحاجة المزيانة برشا في الطابق الأرضي كون الكوشينة تفتح على الجردان التالي، دونك تلقاو حتى إذا كان تحب تعمل بيسين فيها وإلا تنجم تعمل جردة وساعة باربيكيو سي بوسيبل. دونك أون ديري أن إيتاج دو فيلا، فينيسيون حلوة برشا في البلافون في لي ديتاي كوليك. من هنا عندنا تراس وجردة واسعة بالكدا،
نمشيو تويك نعملو طلع على الطابق الاول والطابق الثاني ونطلعو نشوفو لابارتمون الاخريني ونشوفو الجو اللي فيه الكل، خاطر فيه فيو بانوراميك وبرشا حاجات تنجم تنجم تعجبكم بالكدا بالكدا. بلاصة تحفونا برشا، دونك عندنا زون فيلا ميم لي كليراج بوبليك تلقاو موجودة هنايا قدام الدار بالضبط. دونك رجعنا من هنا من الفساد تلقاو عندنا المدخل نتاع الشقق لهنا سيباري، مازال شوية فينيسيون دونك لي ترافو قاعدين يمشيو، فما كيكو روتوش في الألومنيوم، دونك تلقاو دروج واسعة ومرتاح لهنا كله أون ماربر رخام. دونك عنا في الطابق الأول تلقاو الشقة واسعة لهنا صالون أوسع بالكدا على خاطر ما خسرناش بارتي كبيرة في لونتري يعني، دونك لهنا تلقاو صالون كل حاجة لافونتاج نتاعها، يعني تربح الزردة تخسر شوية في الاسباس، تخسر شوية في الاسباس اكستيريور تحصل على صالون واسع بالكدا بالكدا. نمشيو مع بعضنا من هنا ونعملو طلع على البيوت ونشوفو الكوزينة، دونك تلقاو بيت من هنا على اليسار، بيت واسعة بالكدا، دونك لومبلاسمون و لوندروا اون جينيرال تحفون برشا على خاطر براتيك، تونس تبعد 40-45 دقيقة، الحمامات تبعد 40 دقيقة زادا كيف كيف 40-35 دقيقة، دونك لهنا لا دوزيام شومبر، دونك الاكسي فاسيل للبلايص الكل، هذاك علاش تعجبني زغوان برشا من الناحية هذيا، دونك أو ميم طون تلقاو المونوبري حدانا، تلقاو لي كوموديتي الكل، السبيطارات، المدارس، مراكز التكوير، المراكز الكليكا، و كاو وسط البلاد وفي ولاية معناها وسط الولاية بالكل بالضبط، دونك تلقى العيشة الكل كونفور على الآخر، و لي ديتاي الكليكا براتيك، دونك بلافون فينيسيون الكل مخدومين بالكدا. حاجة براتيك برشا، دونك هذايا في هذايا في البريمي تاج، دونك باش نتحصلو زاد على ابارتمون اس بلس 3 اللي هي نادر برشا بالسوم هذايا، يعني تويكا باش نمشيو للدوزيام وبعدين فما اللوفت الفوقاني كيما البنت هاوس في تيراس وفي بانوراميك، دونك هنا عندنا الدروج زاد كيف كيف. دونك تلقاو هنا صالون، صالون نفس الوسع تقريبا مع الطابق الاول، تصميم زاد كيف كيف، دونك تلقاو لي ديتاي الكل براتيكمون سيميلير، تراز زاد حلو من هنا، ونفس الديزاين بالضبط، دونك هنا في البلوك نوي تلقاو اون شومبر كوشي في الجيرة هذه. عنا بيت نوم هذيك زاد كيف كيف نفس التصميم بالدريسين، نلقاو سال دو بان هنا مختلفة شوية، ومن هنا باش نلقاو بجانب سيجور باش نلقاو عنا كويزين بالبالكون تاعها، وعنا اون شومبر كوشي. نمشيو لأحلى بارتي موجودة في الإقامة تاعنا اللي هي اللوفت الفوقاني، والا نجم نقولوا بتاتر بنت هاوس في بانوراميك على جبل زغوان. شوفوا مع بعضنا المشهد ما شاء الله، عندنا تراس واسع كيما قلت لكم، مازالوا لي ترافو دونك من تحت البناء باش تاخذوا الدار لوكس وكونفور وجديده. دونك لهنا عندنا اللوفت هذايا اس بلس جيرو مع فيو بانوراميك على الحوايج نتاع زغوان الكل، بيسك احنا في وسط البلاد نطلوا على البلاد الكل. من هنا عندنا بتي كوان تنجم تكون فيه كيتشينات، ومن هنا سال دو دوش.
دونك اس بلو زيرو كيما هكا يعمل 6 سنين كيف هنا عندنا البالكون زاد كيف كيف اوكي. ان شاء الله عجبكم العقار نتاعنا اليوم. اذا كان جديد معنا في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل لك الجرس باش ديما وين نصور عروض جديده ومزيانه تجيكم توصلكم اول باول. نخلي لكم رقم الوكيل العقاري في وسط الفيديو باش تنجموا تحصلوا على اكثر معلومات اذا كان انتريسي باش تجيو تشوفوا العقار. ميرسي انفينيمون ونشوفكم في الفيديو الجاي.